لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيدي. مرحبا، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدي. وفقا لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية، فإن إعادة إصلاح الجيش العراقي قد تستغرق سنوات. على أي أساس يتم تقييم الجيوش بصفة عامة ومدى كفاءتها؟ نعم، بداية دعيني أقول كيف تبنى العقائد العسكرية للجيوش. تبنى العقائد العسكرية للجيوش على أساس النهج السياسي الذي يكون في هذا البلد، أو على الدين، أو على المحيط الجيوسياسي للبلد والتأثيرات الدولية والإقليمية. جميع هذه العوامل تدخل في بناء العقيدة العسكرية للجيش. وهنا أنا أتساءل، ما هي العقيدة العسكرية للجيش العراقي؟ أو ما هي العقيدة السياسية الآن في العراق؟ هل نحن أمام دولة دينية؟ أم نحن أمام دولة علمانية؟ أم نحن أمام دولة مدنية؟ أنا أعتقد بأن هذا السؤال كبير جدا ولا يمكن الإجابة عليه، لأنه ما يجري في العراق هي فوضى سياسية عارمة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وبالتالي عندما يكون هناك كثير من السياسيين الذين قاتلوا مع إيران لمدة سنوات الحرب الطويلة لثمان سنوات، ثم يكونون الآن قياديين في هذه الدولة، كيف تبنى العقيدة لهذا الجيش وهم يسيطرون على مفاصل مهمة من القوات الأمنية، سواء كانت في الداخلية أو سواء كانت في الدفاع أو في مناطق أخرى؟ أنا أقول بأن مسألة دمج الميليشيات مع الجيش العراقي أعطى صفة طائفية للجيش منذ بداية تشكيله بعد عام 2003 على يد الأمريكان. كما أني أقول بأنه ما يجري في العراق حقيقة في بناء المؤسسة العسكرية هي فوضى بكل ما تعني هذه الكلمة. ونحن نقول بأنه رئيس الوزراء السابق العبادي عندما قال تم اكتشاف 54 ألف فضائي في الحسابات العسكرية، أقول بأن هذه هو فساد مالي كبير جدا. تماما. كما عندما في هذا السياق، يعني عن الفساد المالي، رغم كل هذه الميزانيات التي ترصد للمؤسسة العسكرية في العراق، إلا أن التقرير الأمريكي يقول أن نقاط الضعف والقصور في الجيش العراقي ما تزال نفسها منذ بداية تشكيل الجيش عام 2003. برأيكم إلى ماذا يرجع هذا القصور في هذه المؤسسة؟ نعم، القصور تتحمله القيادة السياسية أولا، تتحمله الثلة التي تحكم البلد. عندما أنفق المالكي 64 مليار وبعد ذلك انهار الجيش خلال 72 ساعة في مدينة الموصل، أين الجيش وأين العقيدة العسكرية؟ أنا أقول بأنه جيش لا يمتلك قوة بحرية، عبارة عن زوارق حربية بسيطة، وهناك هيمنة كاملة للبحرية الإيرانية على السواحل العراقية. أين البحرية العراقية؟ كيف يمكن لنا أن نقول بأن هناك جيش عراقي وجيش لا يمتلك أسلحة لمقاومة الطائرات، أو يستورد أسلحة الآن من أمريكا؟ مثلا عندما يستورد الطائرة F-16، يعني هذه الطائرة يتم تجهيزها بألف قذيفة، لا يتم إعادة التجهيز إلا بعد أن تنتهي هذه المئة قذيفة. وبالتالي تتحكم الدول التي تقوم بتسليح الجيش العراقي بشكل كامل على تسليح هذا الجيش. كما أن هذه الطائرة يمكن التحكم بها من أمريكا حسب المنظومات اللي موجودة، كما أنها تعطى منظومات بسيطة ومنظومات غير قادرة على مواجهة الطائرات الأخرى من F-16. إذا نحن نتكلم عن فساد بكل ما تعنيه الكلمة، سواء كان في الاتجاه في التجهيز أو في التسليح. كما أنني أقول بأن هذه القوات هي قوات غير مستقلة وغير محايدة، يجب أن تكون القوات فوق الميول والاتجاهات السياسية وفوق الصراعات الحزبية، لكي يتسنى لها بسط الشرعية القانونية على جميع العراقيين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الطائفة. ولكن ما نجده في الواقع حقيقة يختلف عن بناء الجيوش الحقيقية. إلى أي مدى تظن سيادة العقيد أن هذا الضعف أو هذا الإضعاف، إضعاف المؤسسة العسكرية في العراق، هو إضعاف متعمد في وقت يزيد فيه تسليح وتدريب الميليشيات، أو حتى كما ذكرتم إدماج هذه الميليشيات في الجيش؟ نعم، أكيد أنه درج الميليشيات سواء السابقة بعد عام 2003 حسب القرار 91 الذي بضم الميليشيات إلى الجيش العراقي، أعطى صفة طائفية وأعطى بأن هذه القوات هي قوات غير محترفة وغير موحدة بالولاء، بل إن كثير من هذه القوات هي تابعة لمراكز قوى سياسية متصارعة من أجل مصالح محدودة. إذا نحن أمام تناقض في الأهداف، في الهدف الوطني الأساسي التي تشكل من أجله هذه الجيوش. كما أننا عندما نتكلم الآن عن منظومات الجيش، نقول بأن الجيش بحاجة إلى منظومات قيادة وسيطرة متطورة وفاعلة ومتكاملة ذات مرونة عالية، وهذه يفتقر إليها الجيش العراقي بشكل كبير جدا.
أشكرك جزيل الشكر الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد حاتم الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.